اهلا بحضراتكم من جديد. الهدف عندنا هنا في استاد الاشبال ان احنا بنسلط الضوء على اللاعبين والاجهزه الفنيه، وايضا كمان على التحكيم اللي هو جزء مهم جدا من منظومه كره القدم. علشان كده النهارده هنستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. وزي ما بقول لحضراتكم، فقره التحكيم احنا مش عاملينها علشان نوجه نقد او لوم او اي شيء للحكام، بالعكس كابتن ناصر عباس حكم كبير، فالنهارده هو موجود معانا في استاد الاشبال علشان يعلم حكامنا. كابتن ناصر منورنا ومشرفنا. تحياتي كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي طبعا لنجومك العظام الكبار، نموذج والرمز كابتن عادل تعيمه والكابتن شريف عبد المنعم. مبروك النادي الاهلي طبعا على الفوز وعلى النتيجه، وبدايه طيبه جدا جدا للشباب، هارد لك لنادي الشرقيه للدخان. زي ما حضرتك قلت كده حاجه جميله جدا، احنا النهارده موجودين يا كابتن اسامه مش عشان نطلع اخطاء التحكيم، احنا النهارده موجودين بنساعد لجنه الحكام ازاي نطور اداء الحكام، ازاي ان احنا نبرز ما يجب تطويره في اداء الحكام وليس الاخطاء التحكيميه. الحاجه المهمه تاني انا بقول ان قناه نادي الاهلي النهارده كابتن اسامه هي عندها السبق والبدايه في شرح تعديلات القانون 21-22 اللي اعتقد فيه كتير جدا جدا من عناصر اللعبه ما يعرفهاش. فاحنا هنستغل الفقره التحكيميه وهندي كل يوم كابتن شريف كابتن عادل جزء صغير من التعديل اللي طرأ على القانون. دي برضك دي حاجه قناه الاهلي بتعملها خدمه مجانيه للكل، جماهير، لاعبين، حكام لسه ما خدوش التعديلات، كل منظومه الرياضه او كره القدم في مصر من خلال قناه النادي الاهلي. هنشرح التعديلات من خلال الحالات اللي موجوده كابتن اسامه معانا. نبتدي نشوف اول حاله موجوده معانا. نشوف اول حاله معانا في مباراه الاهلي وشرقيه الدخان النهارده. يلا خلينا نروح لاول حاله من الحالات اللي هي حدثت في هذه المباراه ونشوف عندنا هنا. نشوف خلي اللعبه الاول نشوفها الاول عشان برضك الساده المشاهدين يشوفوا معانا ويشوفوا هل هنا في مخالفه ولا ما فيش مخالفه. يلا خلينا بقى نمر ونجيب ايه ستوب. هجيب الحكم اقف هنا. ده مين بيقول الحكام كابتن عادل ايه؟ هو في هنا ايه؟ حدث. في حدث كبير لما لاعب مهاجم يخش داخل الصندوق مع مدافع، انت لازم تصحصح نفسك، يبقى عندك قراءه للحدث اللي جاي. انا النهارده واقف هنا، شوف هنا الحكم هيثم واقف فين. انا بس عشان نقول حكام الساحه النهارده كابتن هيثم عثمان حكم ساحه، تمام، كريم السعيد مساعد اول، وايضا الكابتن احمد ابو السريع مساعد ثاني. تمام كابتن عادل، انت معايا كابتن عادل كابتن شريف؟ معايا. هل الحكم النهارده، لا هقف بس الله يخليك، احنا قلنا درس تعليمي للحكام لكل حكام مصر. ستوب، هات لي بس الحكم من فضلك، نرجع بس ثاني ونشوف. بس انا هنا لاعب نادي الاهلي النهارده داخل منطقه الجزاء، تمام. وهنا معاه لاعب مدافع، المتوقع ايه؟ يا المدافع ينجح في لعب الكره يا يعمل مخالفه هنا مع لاعب نادي الاهلي، في اكشن هيحصل جوه 18 بالظبط. انا كحكم عندي قراءه مستقبليه للحدث، يبقى عندي ان انا اقدر اقرا اللعبه. ما ينفعش ان انا اقف كده هيثم واقف من بعيد، استحاله هشوف، لازم يبقى في وضع حركه، ما عنديش زاويه رؤيه. المفروض ان اقطع هنا سبرنت اجي هنا. في هذه اللحظه طبعا خطا تمركز، خطا من الحكم ان هو ما قدرش ان هو يروح في الحدث وفي المكان عشان يشوف الحدث. طب تعالى نشوف هنا في مخالفه ولا ما فيش كابتن عادل. يلا خلينا نمر ونشوف الحاله. يلا شوف القدم اليمنى لاعب نادي الشرقيه، هي لم تنجح في لعب الكره كابتن عادل. مظبوط تماما، لم تنجح في لعب الكره، وبالتالي هنا المخالفه تم ارتكابها، مخالفه ركله جزاء صحيحه لم تحتسب. اتفضل كابتن عادل. انا اشوف هنا اقرب، الكاميرا هنا اقرب. اتفضل اتفضل. باينه قوي هنا. اتفضل. ممتاز. ما خدش الكوره. المخالفه الكرة موجوده. مين السبب في عدم احتساب المخالفه؟ بنشرح مش بنهاجم. قال الحكم ورا ان هو ما قدرش ان هو يروح في الحدث لانه ما عندوش رؤيه وما عندوش اللقطه، وبالتالي هنا بنقول لهيثم من فضلك يا هيثم في الحالات دي لكل حكام مصر تجري وتروح وتيجي هنا بالظبط عشان تقدر تبين كان في مخالفه ولا ما فيش. دي الحاله الاولى. خلينا نروح للحاله اللي بعد كده. ستوب. هرجع تاني. دي بنقول عليها المنطقه العكسيه للمساعد، سواء المساعد رقم واحد او المساعد رقم اثنين يا كابتن شريف. المفترض مين اللي بيغطيها ديت؟ حامل الرايه على الخط. لا الحكم. الحكم يكون هنا. خلي بالك المساعد هنا مش موجود، المساعد هنا مش موجود، دي المنطقه العكسيه. اللي المفروض الحكم هنا هو اللي يؤكد على الكره، اولا هذه الكره المفروض تبقى داخل قوس الرايه الركنيه. حدثت كم مره؟
ثلاث مرات. لا كتير قوي. هيثم من فضلك، انا كحكم مفترض هروح اخد خطوين وهتاكد ان الكره هنا داخل ربع دايره ولا مش داخل، عشان خاطر تبقى الكره في اللعب بشكل صحيح. ثلاث مرات كتير في المباراه. اوكي كابتن، لو الحاله دي اتكررت في مباراه في الممتاز فوق في الدرجه الاولى وفي فار والكلام من ده واتشطت ودخلت جول، ايه حكمها؟ بص يا كابتن، احنا قلنا الفار بيتدخل في ايه؟ في الاخطاء، هدف هنتكلم كتير، بس هنا اعتقد ان الكره الفار مش هيقدر يتدخل فيها وهيتم حسابها. مفيش فار اساسا عندنا. لا دي حاله من الحالات. انا بتكلم لو حصلت في مباراه فيها فار بالظبط، غير في اربع حالات هيحتسب الهدف. هيحتسب الهدف مش هيعيد الكره. عشان كده بقول ايه، دي بتاعتك انت حكم مش بتاعت المساعد. شايك على لو رحنا للمساعد، المساعد بتبقى قدام الكره هيشوف، هيقول الحاجه من الكره دي. لا مش هيقدر يقول. احنا قلنا الاخطاء التي تدخل فيها الفار يا كابتن شريف، احنا قلنا اربع حاجات: الكره هدف او مش هدف، ركله جزاء او مشكله جزاء، البطاقه الحمراء المباشره، او الهويه المفقود. هنتكلم في الجزئيه ديت بعد كده. الحاله اللي بعد دي يا كابتن، ولكن مصر. نشوف الحاله اللي بعد دي كانت نقطه مهمه. ثلاث مرات هيثم ما ينفعش ان الكره تبقى خارج هنا. هنتكلم على التمثيل، وده شيء مهم جدا للناشئين يا كابتن شريف. ما يجب عليك كلاعب ان هنا ما فيش هنا اي بص، هو هنا ايه، اللاعب يا دوبك النادي الاهلي لمس الكره لمس، وبالتالي انت كلاعب الشرقيه بص هو عمل ايه. تمام. لا لسه بدري قوي، احنا كلنا لعيبه صغيرين. ما يجب عليك انك انت تعمل هذا التمثيل، انك انت ممكن تاخد بطاقه صفراء نتيجه التمثيل، وده بنقوله انك انت ما يجب عليك انك انت تعمله. ركز في اللعب افضل من انك انت تاخد بطاقه. نروح للحاله اللي بعد كده، نشوف حاله من الحالات مهمه جدا هنا يا كابتن. هنا حارس المرمى في طريقه لاطلاق الكره من ايده. انا كلاعب منافس بعمل ايه؟ بمنعه من ان هو يطلق الكره من ايديه طبقا للقانون. سلوك غير رياضي وفي بطاقه صفر. هنا الحاله طبعا هنا كان يجب نشوف الحاله تانية. نشوف هنا لاعب المنافس او لاعب شيرة الدخان. هنا ممكن يكون حارس مرمى عنده امكانيه ان هو يعمل هجمه او هجوم واعد. انت هنا عطلت ومسكت، وهنا لازم يكون في بطاقه صفر. يلا خلينا نمر بعد كده للحاله اللي بعد كده. نفس الشيء يمكن هقول تاني، نجيب الكره تاني. نشوف الكره خارج. دي ثالث مره كابتن اسامه برضك احنا خدناها في المباراه، لازم الحكم ياكد عليها، لان يبقى ثالث مرات تحصل الكلام ده. لا كتير يا هيثم، يعني المفروض انك انت تخلي بالك. يلا خلينا نمر للحاله اللي بعد كده ونشوف. دي نفس الشيء يعني برضك دي نقطه مشكلة. مهمه زي ما حضرتك قلت ان دي من مهام الحكم انه ياكد الكره، انما من ناحيه الحكم مساعد، الحكم مساعد هو بيبقى شايفها وبيقدر ان هو ياخد القرار فيها. نمر نروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا، ونشوف هنا هل هناك هدف. كابتن شريف يمكن كان قاعد معايا وقال لي كابتن شريف عبد المنعم قال لي انا شايف ان دي فيها تسلل. مش شفت هنا مش شايف اللي واقف في الجول. تعالى بقى الزاويه الاولى اللي هي الاولانيه اللي احنا يعني تسمح لي بس نجيبها اللي هي الاولى. ايوه ونشوف هل اللاعب نادي الاهلي هنا في موقف تسلل. لسه ما زال نمشي هنمشي بالكوره شويه، نمشي ونشوف هنا كرة. تمام. يلا نمشي. هقول لك وقف ستوب. هنا لحظة التمرير يا كابتن عادل. اللاعب حارس المرمى فين؟ في الجون. في الجون. لاعب النادي الأهلي هنا أهو. هل ده في موقف تسلل؟ لا خالص. حارس المرمى ده في، واللاعب هنا خلف حارس المرمى، اللاعب اللي هو اللاعب خلف المدافع كده. ده في واحد كمان على الخط، في اتنين مغطيين الحارس وفي لاعب هنا. ايوه اهو يعني هقول حاجه كابتن عادل بحييك ليه؟ لان كابتن شريف بيقول لي، قلت له خلي بالك ده ممكن يكون كمان في لاعب كمان من الناحيه العكسيه خارج الخطوط، وبالتالي انا بحيي الحكم المساعد اننا هدف. نشوف بقى الهدف هنا هتتلعب من لاعب نادي الاهلي. باص حط هدف سريع. اذا الهدف الثالث لنادي الاهلي محتاجه تركيز من الحكم مساعد، واعتقد النهارده حكم مساعد كان متميز في ان هو كان مركز جدا في هذا الهدف. بقول له يعني امتياز في تركيزك وما رفعتش التسلل. تعال نقول ركله البدايه ستوب محطوطه غلط برضه ستوب. دي حاجه مهمه جدا، يعني دي حالات اداريه. نقف من الاهلي اتنين من الاهلي جوه نمشي شويه بس واحده. احنا بقول لك يا هيثم همشي معايا من فضلك، بس امشي لي خلي بالك يا كابتن ناصر باللقطه النهارده. ده درس خصوصي بالظبط لحكام النهارده. انا لو منهم اجيب شريط اللقاء كابتن ناصر عباس هو بيحلل الحالات دي علشان اتعلم لبعد كده.
الله يخليك. هنمشي بس تسمح لي امشي بس نمشي 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 ستوب. هو حتى اللاعب اللي قال له اتفضل روح الملعب تاني. طب ركله البدايه بتقول لي ايه يا كابتن؟ جميع اللاعبين خارج منطقه الجزاء باستثناء اللاعب اللي هينفذ الركله وعلى بعد لا يقل عن 9-15 من الكره. لما النهارده يبقى اللاعب النادي الاهلي الاثنين والثالث لسه ما خرجش وهنا هيثم انت المفروض تركز على ركله البدايه ديت. طبعا التنفيذ كان تنفيذ خاطئ لركله البدايه. نقاط اداريه مهمه جدا لازم الحكم يركز فيها. خلينا نروح لاخر حاله تقريبا نشوف هنا حاله من الحالات المهمه. وهنا هما بيطالبوا النادي الاهلي بركله جزاء ولكن هنا الحكم امر باستمرار اللعب وهنا الهدف جه تم تسجيله وتم الغائه بداعي لمس الكره بالايد ونشوف هنا مفيش مخالفه. اللاعب النادي الاهلي استحوذ خلاص ماشي ونمشي في الكره وراحت اللاعب النادي الاهلي الناحيه الثانيه على الطرف حط الكره. هنا الكره بتقول بنقول ما يجب على اللاعب وده تعديل تعديل لاعب المهاجم يا كابتن اللي هو بيسجل مباشره كابتن عادل حتى لو الكره جت في ايدك عن دون قصد او عن تعمد او عدم تعمد واستفدت منها وحطيت كره جون ده التعديل. هنا الحكم بيلغي الهدف. تاني بنقول ده التعديل بقى الهدف اللي بيجي اللاعب ان هو بيسند الكره وبيحط كره مره واحده جون حتى لو ايدك كمان في وضع طبيعي والكره بتصطدم بيها هنا بنقول ايه؟ بنقول لا هنا في التعديل الهدف بيتلغي نتيجه لمس الكره باليد. حاجه واحده هقولها في تعديل حارس المرمى. والسؤال هل حارس المرمى من حقه ان هو يجيب جون مره واحده بايديه اثناء اللعب في المرمى الثاني ولا مش من حقه؟ كان زمان لا. كان زمان؟ بس دلوقتي لا. لو حارس مرمى جاب جون زيك يا كابتن ناصر؟ يعني انا حارس مرمى ومسكت الكره وعندي امكانيه ان الفرقه كلها متقدمه طبعا هو يعني صعب ان هي تحصل انك انت تجيب جون من المرمى للمرمى بايدك. زمان كان اوكي؟ بس دلوقتي ما ينفعش انك انت النهارده حارس المرمى. وده بمناسبه ايه؟ ان لا يجب ان يعني تماشيا مع تعديلات لمس اليد ان الحارس المرمى كمان هذا الشرط بيبقى منطبق عليه. ما اقدرش انا كحارس مرمى اجيب هدف في المرمى المنافسين حتى لو لمست حد ولا بيد. لا لمست لا ده موضوع تاني انما مباشره بالايد ما اقدرش ان انا حارس مرمى يجيب هدف في مرمى المنافسين بلعب الكره مره واحده في المرمى. اخر حاجه ومعلش يعني عشان بقول النادي الاهلي هنا ركله المرمى الاول كان بيشترط ان هي تخرج خارج منطقه الجزاء يا كابتن اسامه. دلوقتي عشان خاطر سرعه اللعب حارس المرمى من حقه ان هو يلعب باص داخل اي لاعب وبالتالي بيقول ايه هنا ايه؟ لو حارس مرمى رفع الكره للمدافع المدافع رجعها بدماغه تاني والحارس مسكها، حارس مرمى هنا هو متسبب وهنا بيتحس بركله حره غير مباشره وبيتم اشهار البطاقه الصفراء. تعديلات مهمه جدا يا كابتن ناصر في ثواني بقى عشان وقتنا. شايف التجربه استاد الاشبال هتكون مهمه للحكام؟ كابتن انا بحييك الاول طبعا على فكرتك ودي فكرتك كابتن اسامه ويعني ندي يعني الحق لحضرتك ولقناه النادي الاهلي وانا استثمرت الكلام ده وقلت ان احنا عندنا السبق طبعا في قناه النادي الاهلي ان احنا هنقول التعديلات في كل حلقه هندي تعديل صغير لكل عناصر اللعبه وبالتوفيق طبعا للجميع. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. بشكر ضيوفي ايضا الكرام الكابتن عادل طعيمه شرفتنا ونورتنا. كابتن عادل الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. كابتن شريف عبد المنعم شرفتنا ونورتنا. اشكرك كابتن وبشكر كابتن عادل. كابتن شريف وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا وشكر واجب شكر واجب لاداره قناه الاهلي النهارده على النقل وتسهيل كل الامكانيات علشان تشوفوا حضراتكم الصوره النهارده اللي شفتوها على قناه الاهلي. النهارده دي كانت مباراه للناشئين. بشكر كل مجموعه العمل الخارجي تصوير واخراج وانتاج. ايضا بشكر كل فريق العمل داخلي هنا في قناه الاهلي اعداد وانتاج واخراج ومصورين واضاءه وكل الناس علشان حضراتكم تشوفوا الجوده النهارده في تصوير لمباراه في الناشئين كانها مباراه بالظبط في البطولات الكبرى وايضا في الدوري الممتاز. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كل التوفيق لفريق شباب النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا والى اللقاء.